إذن مستمعينا تحياتي لكم من جديد، ووصلنا لفقرتنا المهمة جدا حول أهمية الالتفاتة للثة أثناء تنظيف الأسنان. وزي ما ذكرنا في فقرتنا اليوم الاثنين، إن كيف إن في أشخاص مثلا يغفل عنهم هذا الموضوع وأهميته. طبعا معاي في الاستوديو الدكتور فهد الشهري، الرئيس السابق للجمعية السعودية لطب الأسنان واستشاري أمراض اللثة وزراعة الأسنان، وأيضا أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود بالرياض. تحدثنا في الحلقة السابقة عن ميريدول ذو التقنية السويسرية، وهي أصلا علامة تجارية في علاج مشاكل اللثة، وتناقشنا مع دكتور فهد الرئيس السابق للجمعية السعودية لطب الأسنان، وأيضا زي ما قلنا لكم هو استشاري أمراض اللثة وزراعة الأسنان، عن أهمية اللثة للحصول على فم وأسنان بعد صحية. وضح الدكتور فهد عن البلاك أو الجير إنه هو سبب الرئيسي لمشاكل اللثة، ومن ضروري بعد استخدام معجون الأسنان غسول الأسنان، اللي للأسف البعض يمكن ما يعطي ذيك الأهمية. بس سمعكم الحلقة السابقة، كل الكل لازم يعني يشتري نحارب البلاك. اليوم نستكمل حديثنا الشيق مع الدكتور فهد عن كيفية اكتشاف مشاكل اللثة وأهم الطرق الوقاية منها، لكن خلينا نرحب فيه. أهلا وسهلا دكتور، شخبارك؟ أهلا وسهلا فيكم، الحمد لله، سعيد بتواجدي معكم. نورتنا دكتور. بداية خلينا نتحدث عن كيف احنا بإمكاننا اكتشاف مشاكل اللثة. انت بالحلقة السابقة قلت انه هو زي انه مرض صامت، لكن هل كل مشاكله صامتة؟ صحيح، وبالرغم من أنه مرض صامت، أولا ما هو تعريف مرض الصامت؟ يعني أنه المريض يعاني من المرض والمرض موجود، ولكن المريض لا يعلم أنه المرض موجود في فمه. فبالرغم من أنه التهاب اللثة مرض صامت، إلا أنه من السهل علينا جميعا وعلى أي واحد فينا أنه يتأكد هل عنده مرض اللثة أو لا، وذلك عن طريق ملاحظة دقيقة لأعراض مرض اللثة. أعراض أمراض اللثة متعددة، ولكن أكثر أعراض أمراض اللثة انتشارا هو نزيف اللثة، خصوصا أثناء تفريش الأسنان. وبمجرد أنه الشخص منا يلاحظ وجود نزيف باللثة، فهذا مؤشر واضح بوجود التهاب في اللثة. ثانيا وجود انتفاخ في اللثة حول الأسنان. ثالثا تغير لون اللثة من اللون الوردي إلى اللون الأحمر. رابعا وجود ألم خفيف في الأسنان أو إحساس برغبة بحك السن أو حك اللثة. خامسا وللأسف الشديد هذا نراه في الحالات المتقدمة من أمراض اللثة أو عند مرضى السكري، وهو عرض خطير شوي ومهم، وهو وجود حركة بالأسنان. إذا تحركت الأسنان أو بدأت الأسنان بالحركة، فهذا معناه أنه التهاب اللثة موجود وأيضا في مراحل متقدمة. وإحنا نقول أنه يكون خطير شوي، لأنه إذا بدأت الأسنان بالحركة فغالبا أنه العلاج يكون وقتها الخلع الأسنان. فبالتالي إذا لاحظ الشخص منا أي عرض من هذه الأعراض، فيجب علينا أنه نتوجه إلى الطبيب الأسنان أو استشاري أو اختصاصي أمراض اللثة، لأنهم هم اللي يستطيعون الوصول للتشخيص. فطبيب الأسنان يقوم بكشف كامل للأسنان وتحديد هل في جيوب لثوية أو لا، تحديد مستوى العظم، الأسنان موجودة مغروسة في عظم والعظم هذا مغطى باللثة. فالطبيب الاستشاري أو المختص بالتهاب اللثة هو الشخص اللي يستطيع أنه يصل إلى التشخيص الدقيق والتشخيص الصحيح، لأنه العلاج يعتمد على دقة تشخيص التهاب اللثة. طيب دكتور، خلينا نروح من طرق الوقاية. أنت ذكرت الحين مشاكل جدا مخيفة، طرق الوقاية من أمراض اللثة إحنا كيف نتجنبها؟ بشكل عام يجب أنه نبدأ بزيارة طبيب الأسنان، بزيارة دورية.
ثانيا أهم عامل في وقاية من أمراض الفم وتسوس الأسنان والتهابات اللثة هو تنظيف الأسنان باستمرار. والبرنامج اللي أنصح فيه برنامج بسيط جدا من 4 خطوات، يعتمد أولا على تفريش الأسنان بالفرشاة، تفريشها 2 مرات باليوم وكل يوم وبالطريقة الصحيحة، وأيضا استخدام الفرشة الصحيحة، فرشة تكون ناعمة، يفضل أن تكون ناعمة. الخطوة الثانية هي استخدام خيط الأسنان. الفرشاة مع أنها هي المعيار الأول في محاربة أمراض اللثة والأسنان، إلا أنها لا تصل إلى جميع أسطح الأسنان. صح، ولا بينهم. بالضبط، فالمكان اللي بين الأسنان هذا مكان لا تصل له الفرشة، فيجب أن نستخدم خيط الأسنان. الفرشاة وخيط الأسنان يقومون بإزالة ميكانيكية أو يدوية حركية للبلاك، ولكن أيضا نحتاج قوة كيميائية تساعدنا، وهي عن طريق استخدام حاجتين، اللي هو الخطوة الثالثة استخدام معجون أسنان. معجون الأسنان يساعدنا بشكل كبير على قتل البكتيريا، على تغيير سطح السن وزيادة قوة سطح السن بحيث أنه يكون مقاوم لتسوس الأسنان. والخطوة الرابعة هي استخدام غسول للفم اللي هو المضمضة. الغسول الفم يساعد بشكل كبير في الوصول للأماكن اللي ما وصلت لها الفرشة ولا وصلت لها وصلها خيط الأسنان ولا وصلها معجون الأسنان، فهو بيستطيع أنه يتغلغل إلى أماكن دقيقة في الفم. أيضا يحتوي على مواد قوية ونشطة في المحاربة البكتيريا والقضاء عليها بشكل كامل. يأتي السؤال اللي دائما نسأله، سؤال بديهي، وهو أي معجين الأسنان على كثرتها وفرشات الأسنان على كثرتها، وش المعجون الأسنان اللي نختاره؟ فبالضبط، فبالتالي أنا أقول إنه أغلب المعجين الأسنان اللي موجودة بالصيدليات وبالبقالات أنها تحتوي على الفلورايد. الفلورايد هو المادة الأساسية، ولكن تتفوق أو تتميز بعض معجين الأسنان بتقنيات جديدة الآن موجودة. التقنيات هذه مثل اللي هو المعجون اللي يحتوي على مادتين، الأمايد فلورايد والستنس فلورايد. المادتين هذه تعمل بتناغم رائع جدا، بحيث أنه أحدها اللي هو الأمايد فلورايد يغير سطح السن. سطح السن يتغير، يصير ما تلتصق فيه البكتيريا. وثانيا انه الفلورايد اللي بيجي من اللي هو الماده الثانيه يستطيع انه يعمل لوقت اطول. الماده الثانيه هي الستنس فلورايد. الستنس فلورايد هو ماده جدا فعاله ولها 3 ادوار رئيسيه. اولا يساعد في مقاومه او قتل البكتيريا الضاره الموجوده واللي تسبب التهاب اللثه وتسوس الاسنان. ثانيا يساعدنا في تقوية سطح السن ويجعله مقاوم للتسوس. وثالثا تخفيف أعراض حساسية الأسنان واللي يعاني منها كثير منا. يعني قبل ما أشتري المعجون أركز على هالمادتين أقراهم؟ نعم، مفضل. بالضبط بالضبط. أها دكتور، عندي كذا، أنت تحدثت عن غسول الفم، ودي أعرف هل المدة الصحيحة 30 ثانية ولا 20 ثانية أثناء الغسل عشان نمنع تراكم البلاك؟ حسب المادة، في بعض المواد يجب أن تبقى حول الأسنان لفترة أطول، ففي بعض الغسول أو نوع معين من الغسول يحتاج نخليه دقيقة كاملة في الفم، وفي بعضها 30 ثانية. نعم، فالأفضل هو أن نقرأ النشرة الموجودة حول أو مع الغسول علشان نعرف كم الفترة. ولكن أيضا في عامل مهم جدا، وهو أنه في بعض الأنواع من غسول الأسنان يجب أن ما نخففه بالماء. ثانيا يجب أن نستخدمه أو نتمضمض فيه للفترة الموصى بها. ثالثا إن بعد ما نطلعه من الفم يجب إنه ما نغسل أو نتمضمض بالماء، لأنه
المادة اللي إحنا استخدمناها وموجودة في الغسول إحنا نحتاجها تظل لفترة أطول، لأطول فترة ممكنة. فإذا تمضمضنا إحنا معناها أبعدنا هذه المادة من على سطح السن. بالضبط، حضرنا التركيبة. أي نعم. فأيضا في بعض المواد الغسول اللي تحتوي على مضاد حيوي قوي، هذه يجب أن نستخدمها فقط لفترة أسبوعين مو أكثر من كذا. لكن في بعض المواد اللي هو مثلا منها الميريدول، هذا ممكن استخدامه لفترات طويلة، ما غير محدود بوقت، لأنه ما له أعراض جانبية زي المواد الأخرى. صحيح. يعطيك العافية دكتور، شكرا كثير على تواجدك معنا عبر أثير MBC FM في برنامج حلو الكلام، نورتنا وأنرتنا. شكرا لكم. يا هلا والله فيك. إذن مستمعينا وين ما كنتوا، كان معانا الدكتور فهد الشهري الرئيس السابق جمعية السعودية لطب الأسنان واستشاري أمراض اللثة وزراعة الأسنان، وأيضا أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود بالرياض.